متابعي قناة شو تيفي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر اللي كنقدم لكم من إسبانيا، وجمعة مباركة لجميع مسلمي العالم، مغاربة العالم، أينما كنتم داخل أو خارج أرض الوطن. إذن نحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لكل الوافدين الجدد على هذا البث المباشر اللي من خلاله غادي نهضروا على مجموعة من الأشياء ومجموعة من العادات، مجموعة من التقاليد ومجموعة من الأشياء اللي كتكون في يوم الجمعة. فمرحبا بجميع متتبعي قناة شوف تيفي ومتتبعات قناة شوف تيفي في هذا البث المباشر اللي كنقدمه لكم دائما من إسبانيا. فجمعة مباركة على جميع المسلمين والمسلمات. فأكيد هذا الفيروس ديال كورونا قطع صلة وقطع مجموعة من الزيارات خاصة في يوم الجمعة، فمجموعة من الموظفين اللي عندهم والدي وما تساكنينش معهم كانوا تيفضلوا انهم يمشيوا يتغداوا عند الوالدين ديالهم، لكن هذه السنة هذه يعني وقعت الكارثة ووقعت الجائحة. ونتمنى ان شاء الله الامور ان تسير بواحد الشكل اللي هو عادي خلال الايام المقبلة. فجمعة مباركة لجميع متتبعي قناة شوف تيفي في هذا البث المباشر الحصري اللي كنتمناو فيه الخير ونتمناو فيه الشفاء لجميع المصابين بفيروس كورونا، هذا الفيروس اللي خلى العالم أنه يعرف واحد التغيير ويشهد مجموعة من الأشياء. فنقول للجميع جمعة مباركة. واش في نظركم الفيروس ساهم في قطع الزيارات؟ وطبعا الحال استناو الأجوبة ديالكم اللي تكون في التعاليق. عليكم السلام اخي فيصل، وعليكم السلام جميع الاخوان اللي يلتحقوا بنا في هذا البث المباشر. جمعة مباركة لجميع المسلمين اينما كنتم داخل وخارج ارض الوطن. أجواء باردة ونفس الحال من المملكة المغربية، هناك رياح في بعض المناطق
في بعض الأماكن إذن على أمل اللقاء بكم إن شاء الله بعد قليل في بث مباشر آخر، ونقول لكم مجددا جمعة مباركة، ونتمنى أنها تعود صلة الرحم كما كانت عليه في السابق. فشكرا لكم على المتابعة. أكيد أخويا محمد احنا في إسبانيا حاليا، ونتمنى جمعة مباركة لجميع المسلمين والمسلمات. أكيد أنكم قرأتوا العنوان، والعنوان بطبيعة الحال مجموعة من الناس اللي كانت تفضل أنها تقضي هذا اليوم الجمعة مع العائلات ديالها، لكن في زمن كورونا تحولت الأجواء إلى بطبيعة الحال يعني صعب الوصف ديالها، هذه الأجواء اللي صبحت فيها دول العالم خاصة في هذا اليوم الجمعة اللي كانوا فيه زيارات وكانوا فيه مجموعة من الأشياء، لكن تحولت هذه الجمعة طبعا الحال أن كل واحد يمشي يصلي وترجع المنزل دياله بالكمامة، وما عندش الحق أنه يزور العائلة دياله إلى غير ذلك، لأن الفيروس منتشر بزاف في هذه الوقت هذه. فأسأل الله سبحانه وتعالى الشفاء للجميع والسلامة أيضا لكل المرضى والناس اللي توفات. أقول لهم إن لله وإن إليه راجعون، لله ما أعطى ولله ما أخذ. نتمنى الخير كذلك لجميع عائلات المرضى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي ذويهم وأقاربهم لتجاوز هذه المرحلة، مرحلة صعبة أثرت في النفوس وأثرت في مجموعة من الأشياء. نتمنى إن شاء الله الشفاء للجميع، ونقول لكم جمعة مباركة، كل عام وأنتم بصحة جيدة إن شاء الله. بعد قليل سنلتقي معكم من المساجد لتغطية صلاة الجمعة من مختلف مساجد المملكة المغربية، فكونوا على موعد إن شاء الله. دمتم في رعاية الله، شكرا لكم على التتبع، وإلى اللقاء.